خططوا لك انه يصير في عندك دولة فيها بوليس فيها مطار فيها حدود وعملة دولة منزوعة الحجارة وقطر رح تبني سفارة وتفتح لك ابواب الجارة مصر عنوان الحضارة ابن سعود رح يبنيها امريكا تستثمر فيها وتشتي وتصيف فيها وتلمعها وتضويها تدفنها القضية فيها وهمومك فيها تخبيها دولة قابلة للحياة ما فيها مستوطنات وزفة وتسفي وجهات ومسؤولين وفضائيات دولة في غزة الفادية والمعونات التركية وشوية غاز وبنزين للفضلات الإماراتية وكهرباء ومي وتموين للغول الإسرائيلية خططوا لك إنه يصير في عندك دولة فيها بوليس فيها مطار فيها حدود وعملة دولة منزوعة الحجارة وقطر رح تبني سفارة وتفتح لك أبواب الجارة مصر عنوان الحضارة صار من سنين ببرلين والباقي رهن التوطين والأرض باقي الأرض واضح إنه رح تنضم تحت سيادة